نروح لاستراليا مع امير جورج. امير صباح الخير. صباح الفل، صباح الخير عليك الاخبار حبيبي امير، ازيك، اخبارك ايه، وحشنا. انت كمان صدقني. الجو عندك ايه في الجو عندك ايه في استراليا؟ بنستعد اهو لدخلة الصيف بقى، عارف يلا ان مصر شاء يعني الله خير. بتستعد للشتاء، احنا بنستعد للصيف. طبعا امير، طبعا يعني يهمني رايك في اللي بيحصل لنادي الزمالك، موضوع طبعا وانت يعني الموضوع ده احنا كلنا بنتابعك طبعا على السوشيال ميديا، يعني كل دي ارهاصات وكل دي نتائج حل مجلس الاداره في السنه الكبيسه السوداء التي مرت على نادي الزمالك. بص يا كريم، انا يعني متاكد ان انت اكيد شايف الحرب اللي انا تقريبا حطها في السنه السوداء بتاعت حل مجلس الاداره دي نعم. وفكره مجالس المعاكس. لان باختصار انا واحد عندي 31 سنه، فانا عشت تفاصيل العشرات السوداء بكل ما فيها، بحلوها بأشحذ بمرها بكل تفاصيلها يعني. كانش فيها حلم. فاللي حصل باختصار ان نادي الزمالك من 2015 2014 2015 بدأ أخيرا إن هو ينفض كده التراب، وبدأ إن إحنا نحس إن في بداية مشروع بيتكون. نعم. وده حصل بموسم الانتقالات التاريخي اللي جه مع مجلس الاستشاري مرتضى، وكان بقى باسم مرسي والجيل اللي اتكون ساعتها، وطارق نعم. حامد وأيمن حسني والجيل اللي تم تكوينه، وكان حصاده في الآخر إن إحنا قدرنا إن إحنا ناخد الدوري والكأس الموسم. نعم. وبعد كده على مدار 4 أو 5 سنين، كطبيعة أي مجلس إدارة بشري، يعني إحنا في نادي الزمالك عمرنا ما ادعينا المثالية، عمرنا ما قلنا إن إحنا ما عندناش أخطاء، لا إحنا نادي عادي جدا زي أي منظومة بشرية في الدنيا، عندنا أخطاء وعندنا الحاجات اللي عملناها كويس. نعم. فاختصارا يعني للقصة اللي عشناها كلنا، إن إحنا على مدار 4 أو 5 سنين قدرنا زي ما بنقول كده بالترايل والإيرور، إن إحنا بنجرب ونغلط ونتعلم ونصلح، نجرب نغلط نتعلم نصلح. الكلام ده كله احنا كجمهور وكمجلس اداره وكمنظومه نادي الزمالك دفعت ثمنه، لان الاخطاء كان بيعقبها طبيعي ان هو يكون نتيجه الاخطاء دي بيكون فيها فشل او بيكون فيها مشاكل، ولكن المحصله ان انت على مدار 4 سنين قدرت ان انت تغلط كتير، تتعلم كتير، وتوصل لنسخه شبه مثاليه في 2020، نعم. الفتره اللي هي ما قبل مجلس حل مجلس الإدارة. اداره الزمالك. نعم. الزمالك كان ماشي كويس جدا، فريق شبه متكامل، كنا على يعني خط قوسين او ادنى كده ان احنا نقول ان احنا يا جماعه بنعمل فريق هيسيطر على مثلا افريقيا ال3 4 سنين اللي جايين. نعم. ناقص لنا بس 3 4 تدعيمات، 3 4 عناصر، والفريق يكون شبه مكتمل. بالظبط كده. علشان فجاه كده يعني فجاه من غير اي مقدمات نلاقي تحس كده قوى الظلام كلها تكتست ضدك. نعم. وكميه قضايا بتلاحق مجلس اداره الزمالك من هنا ومن هنا ومن هنا، مش هقول طبعا اسماء ومش هذكر اسماء، نعم بس مش كل مشكلة، عارف معلوم وشاف معلوم. الفتره نعم دي قبل نهائي القرن كمان. بالظبط ايه نعم اللي حصل فيه، نعم لحد ما طبعا جه اليوم المشؤوم بقى اللي صحينا فيه على قرار حل حل مجلس المجلس. الاداره، اللي هو نعم كان ثاني يوم من النهائي الافريقي الأفريقي. غير المعروف باسم نهائي القرن. نعم وانا ساعتها خرجت وقلت انا ما كانش عندي ادنى مشكله ان انا اخسر نهائي القرن بتفاصيله اللي كانت مؤلمه جدا ساعتها. نعم الزمالك كان متسيد اللقاء وكان افضل، واحنا نعم كنا نعم بكل التوقعات وكل الترشيحات كنا الاقرب، ولكن انا ما كانش عندي مشكله خالص ان انا اخسر، بس عادي عندي مجلس اداره وعندي مشروع مكمل وعندي ناس كان هيرجع تاني هتدعم يوصلك نهائي تاني، صح؟ بالظبط بالظبط، مش اخر بالظبط. الدنيا وهرجع وهبدا ارجع تاني. ولكن طب اللي حصل امير، عشان في وقتنا، عشان وقتنا عايزك برضو تعرج على موضوع الحجز على ارصده النادي. بالظبط، ما انا هاخد من الكلام نعم ده اتفضل. واكمل لك على موضوع الحجز يعني. نعم فمرينا في سنه تم فيها تفريغ الفريق بشكل مش طبيعي، اللعيبه النجوم السوبر ستارز اللي انت كنت جايبهم شافوا ان المشروع نعم بينتهي، نعم لدرجه ان في لاعب محترف زي سرجاني ساسي يروح يقعد يسال يا جماعه هو نادي الزمالك ده وضعه ايه؟ مكمل معانا ولا ايه الاخبار؟ مين الرأي ده؟ فيعني سأل، باختصار شديد قال مرة مين رئيس النادي اللي هيقعد يتفق نعم؟ معايا؟ سأل مرة قال مين اللي هيتفق معايا على تجديد عقدي؟ بالظبط بالظبط. فباختصار ان الصوره والمشروع والاستقرار اللي كان متكون في ذهن اللعيبه انهار، وبالتبعيه في لعيبه كتير قوي وقعت، منهم لعيبه احنا لسه لحد النهارده بنختارها، يعني انا مش عايز اقول اسماء، ولكن نعم انا بشوف واحد زي محمود علاء تم اغتياله معنويا، نعم ده واحد من افضل المدافعين وكان واحد عنده شخصيه البطل، ولكن تبعات كلها تبعات طيب صح كلها كده، عارف صح زي ما ترمي طوبه صح في بحيره تمام. ميه وتفضل تعمل دوائر متلاحقه، احنا لحد النهارده لسه بنحصد ده. نعم والحمد لله يعني اختصارا للقصه ان المجلس رجع تاني، بدانا ان احنا نلم نفسنا تاني، ولقينا فعلا مجلس يعني بيشتغل، عنده رؤيه وعنده خلفيه كبيره عن الجيل اللي هو اصلا مكونه. بدانا بشكل معجزي واعجازي ان احنا نلم نفسنا ونرجع الحمد لله،
وخارج كل اطار والعرف بتاع القوانين والمنطق قدرنا ناخد بطولتين دوري اربعه. نعم. عشان تقريبا نبدا تاني نرجع نعيد نفس القاره ونفس الفيلم الهندي ونبدا نسمع تاني على حجز على ارصده نادي الزمالك وعلى قضايا بتلاحق نادي الزمالك وعلى مشاكل بتتحصل. يا جماعه هو نادي الزمالك امتى مطلوب له ان هو ينافس في اجواء تنافسيه مظبوطه؟ يعني احنا باقل اقل القليل بنقدر ان احنا الحمد لله نكون فعلا ابطال. نعم. واحنا مش عندنا حتى ال 20% اللي متوفرين وغيرنا واخد ال 100% ومتشال على الاكتاف. نعم. احنا لحد امتى نادي الزمالك يفضل يتلاحق بنفس السيناريو؟ انا بقالي يعني 31 سنه عندي بلاش 20 سنه تقريبا بشجع الزمالك وانا مدرك يعني وانا كبير وبدات نعم. اكون فكره نفس القاره ونفس السيناريو نفس ونفس السيناريو صح نعم تمام بنفس التفاصيل بنفس التفاصيل فلحد امتى؟ الحمد وهترجع تقولي اصل المشكله داخليه اصل ابناء نادي الزمالك عندهم مشكله ان هم كل الكلام ده معلش مع احترامي نعم ده كله اكاذيب وتوهم امير واعتقد ان اخر 3 سنين اثبتوا ان لا الخناقات والصراعات موجوده في كل حته صح ولكن الفرق ان في حد متحوط عليه وممنوع ان صراعاته دي تخرج بره نعم وفي حد تاني مكسب للصراعات فطبيعي هنسيب الناس للطبيعه البشريه وللصراعات طبيعي الناس هتبدا تاكل في بعض نعم طبيعي امير في كرسي وفي سلطه في ناس بره نفسها تكون موجوده نعم احميني بقى صح بشكرك شكرا جزيلا امير جورج طبعا يعني رسالتك وصلت وكلام كتير جدا طبعا انا والله بستمتع بكلام امير لانه عنده رؤيه تحليليه للاحداث وبيربط بين الاحداث بشكل كويس جدا امير من الزملكاويه الجميله اللي الواحد بيتابعه كمان على السوشيال ميديا زملكاوي صميم وبيعرف يتكلم بلغه وبمنطق ويدافع عن ناديه